احنا منطقة زرقان ابو راسين من امبارح اشتغل حريق على خط التماس بين اتراك والفصائل الثانية معنا. الخط الاول احنا بيه اشتغل حريق، اجانا الحريق من فوق اجى لعنا، رحنا حتى نطفى الحريق ما قدرنا لانه منطقة صارت محرمة بيننا، يعني تمشي بده يضربك لغم، تجي قذائف، مع ان نقدر نطلع حتى لفوق اراضينا ما نستجري نطلع بيها، احنا على الخط الاول التماس. فاشتغلت الحريق واجتنا النار ما نقدر نروح نطفي، يعني تعرف انت قذايف اراضي ملغمه الغام فما نقدر نطلع. اجت الحريق من فوق نزلت علينا وهي ماشيه حرقات من ابو راسين المحرمله داد عبدان عند الاسديه للحدود كامل وباب الخير، وهي هالمناطق هذه هي صايره الخط التماس بيننا وبينهم. فنعلقت حوالي 20,000 دولم اذا مو اكثر، وانحرقت من هنا انحرق، ان قتلوا عندنا اثنين بالحريق، انحرقوا اثنين جرحى مخطرين، واراضي كلها زراعيه كلها مزروعه قمح وكلها راحت. وهذه هي شوفت عينك ضحك تفرج عليها، ولا حول ولا قوه الا بالله.